نحن الان في بلده ذيبان والتي كانت تعتبر معقلا لمقاتلين تابعين لاحد وجهاء العشار والذين اشتبكوا مع قوات سوريا الديمقراطية لمدة ثمانية أيام واليوم كما ترون هي تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بشكل كامل بالنسبة للقرى والبلدات التي شهدت اشتباكات بحسب قوات سوريا الديمقراطية أنهت عمليات التمشيط بشكل عام أما بالنسبة للأهالي فهناك حركة بسيطة داخل المدينة بالنسبة للأهالي أما بالنسبة بالنسبة للأيام المقبلة بحسب مراقبين قد نشهد اجتماعا موسعا من قبل قوات سوريا الديمقراطية ووجهاء العشائر وأيضا بمشاركة من قوات التحالف الدولي لإعادة هيكلة وتنظيم مجلس دير زور المدني وأيضا مجلس دير الزور العسكري هجاسيس كاينوز عربية بلدة ذيبان ريف دير الزور الشرقي